الفنان عاصي الحلاني هل هو عراقي ام لبناني؟ من هو؟ ايش قد عمره؟ وين انولد؟ الفيديو كليب اللي كان سبب زواجه، ليش ابوه ضربه كف؟ اسمه الحقيقي مو عاصي، شنو اسمه الحقيقي؟ حاضر كوب الشاي وتعال احكي لك. الله بالخير، اللي ما يعرفني انا عمر الرياض وهذا الدكان. هو محمد مزين الحلاني الملقب عاصي الحلاني. طفولته كانت كلها شقاوة، ومن طفولته الحين ما صار شاب اهله يمنعوه يطلع برا البيت. كانت طفولته ببيروت ومحروم من الالعاب لان اهله كانوا يخافون عليه، وكان هالوقت مرحلة حرب. عاصي الحلاني نشأ بعائلة على قد حالهم، ابوه كان موظف بالبلدية. عائلتهم متكونة من 13 اخت واخ، 10 بنات وثلاث اخوة. انولد عاصي الحلاني سنة 1970 وسموه عاصي نسبة الى نهر العاصي، وتيمنا بالفنان عاصي الرحباني. هو صرح بلقاء وقال اني انتمي العروق عراقية، سعى ورا حلمه وكان يروح للمدرسة ويشتغل بالحلويات. بعدين راح على ابوه وقال له بعد ما اقدر اتحمل وما حبيت الشغلة، وراح اشتغل نجار ونفس الوقت يدرس ويجمع فلوس. اهله كانوا يريدون ان يصير دكتور بس هو يحب الفن، ولما ابوه شافه يغني بالبيت ومتولع بالفن راح واشترى له عود بكل راتبه. انصدم عاصي وفرح هواية وراح للمعهد يتدرب وغنى اول اغنية على العود، اغنية اهواك العبد الحليم حافظ. عاصي كان معجب بوديع الصافي وصباح وفيروز ونصر شمس الدين. بدأ يدرس عود يم واحد اسمه ميشيل، سمع صوته وهو يتعلم عود قال له ليش ما تسجل أغنية؟ جاوب عاصي الأغنية تريد فلوس. اقتنع بالفكرة عاصي فراح وقال لأهله حتى يساعدوه يسجل أغنية، وفعلا سجل أول أغنية سنة 85 لكن ما انتشرت لأن كان يقدم الأغنية بكاسيت ويوزعها على استوديو الفن والإذاعات. أهله كانوا خايفين عليه لأن صعب يوصل وهو كان عمره 16 سنة. بعدين بالسنوات 86-87 دخل عاصي برنامج هوايات يقدم طلبات الهواة، وقتها انعجب الجمهور به. بعدين انعرف واشتهر تدريجيا. ومن المواقف اللي مرت بعاصي مرة كذب على أبوه لما رجع من المدرسة وشايل شهادته وياه، قال له أبوه ها، جاوب عاصي ناجح، وراح عاصي وركض من يم أبوه حتى ما يشوف الشهادة. بالليل راح أبوه على بيت خال عاصي وكان ابن خاله وياه بنفس الصف، كان راسب مثل عاصي الحلاني. زوجة خال عاصي قالت له عرفتوا رسبوا محمد وحسين؟ قال لها محمد ناجح، يقصد عاصي. قالت له لا مو ناجحين، راسبين هم الاثنين. ام رجعوا للبيت ابوه ضربه كف خفيف وبسيط لكن اثر هالكف بعاصي وصارت له عبره. ابو كان من النوع اللي ما يحكي ولا يشكي هوايه، وعاصي تعلم منه هاي الصفه. تزوج عاصي الحلاني من ملكه جمال لبنان السابقه كوليت بوليس سنه 96. اتعرف عليها لما كان يريد يصور وفات الاستوديو وشافها. هي شافته وقالت له تفضل وانطته كرسي. قال لها تصورين وياي فيديو كليب؟ قالت له لا. بعدين عزمها على عشاء بس هي قالت له تعال عندنا مسوين عشاء طيب. راح عاصي وتعرف عليهم لكن خاف من ابوها لان كان صريح جدا. بعدين عزمها واعتذرت اكثر من مرة. عاصي حب تصرفها وخوفها على نفسها. بعدين اتصل بها واخيرا وافقت وراحت صورت وياه فيديو كليب واني مارق مريت، وارتبط بيها وظل زواجهم بالسر لفترة سنة كاملة. أنجبوا بنتين وولد هما ماريتا ودانا والوليد. موقف أثر بعاصي لمن تزوجت بنته، كان فراقهم صعب وبالعرس قال عنها نقطة ضعفي ماريتا، هي أول طفلة اجتني وهي من النوع الشفاف والصادق وقلبها أطيب قلب، ولحد الآن وبعد ما تزوجت عاصي يسأل عنها دائما ويسألها وينك وين رايحة وغيرها. غنى إلها بعرسها أغنية اسمها الليلة عرس قلبي. ومن المواقف اللي صارت وياه مرة واحدة ما يعرفها هو، جابت رقم زوجة عاصي واتصلت وقالت لها اتفقنا أنا وعاصي على الزواج وخلاص
خليك انت بالبيت واني اطلع معاه. ردت فعل زوجته كانت مزح وضحك وما صدقت الموضوع لان كانت واثقة جدا بيه. عاش عاصي ويا زوجته واولاده حياة حلوة ومستقلة. بالبداية كانت زوجته كل مرة تقول له طلقني، وهو على اساس يتصل بالشيخ ويقول له اريد اطلق زوجتي. هي واقفة وتأشر بإيدها وتقول له لا لا. موقف صعب مر بي عاصي بالمزرعة، راكب على الفرس ورا يمشي بالفرس ابنه. فرس عاصي اتعثر فنزل منه بسرعة، ولما نزل وقع الفرس على عاصي وصار عنده كسر برقبته ونزف. شافه ابنه ركض عليه وتجمعوا الناس وقالوا عاصي ده يموت. بعدين ابنه أسعفه وإخذه للمستشفى، وبعد فترة تحسنت حالته. عاصي الحلاني قدم أعمال عديدة، قدم على المسرح عدة مسرحيات غنائية منها زايد والحلم، شمس وقمر، جينا يا بعلبك، وقدم العديد من الأغاني المهمة مثل يا هلا، هوارة، مهر الزينة، روحك أنا، حبيب القلب، محلانا سوا سوا. وناس حبوا الفيديو كليبات اللي صورها مثل واني مارق مريت، جافيتني، شوق الصحارة، بحبك وبغار، خيل العرب وغيرها. عاصي الحلاني مو بعيد عن السياسة، غنى دعما السعد الحريري ووصفه بالرئيس المحب، وشارك بلجنة تحكيم برنامج The Voice وحصل على عدة تكريمات ولقبون ناس فارس الأغنية العربية. هاي كانت بعض المحطات بحياة الفنان عاصي الحلاني، واللي عنده معلومات أكثر يا ريت يذكرها إلنا. ونذكركم تابعونا على قناة سامراء الفضائية، ولا تنسون تتابعونا على الفيسبوك واليوتيوب.